الآن إلى الزميل أحمد الأفيوني من محافظة قنا، يطلعنا على استعدادات المحافظة لشهر رمضان الكريم وما تشهده أيضا من فعاليات. إليك أحمد الكلمة، تفضل. تحياتي لك إيمان وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرت أتواجد الآن في محافظة قنا وبالتحديد من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث هناك استعدادات وتدابير عديدة يعني مبكرة لاستقبال شهر رمضان الكريم من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية هنا في محافظة قنا، من خلال توفير العديد من السلع التموينية والسلع الغذائية في جميع المجمعات الاستهلاكية هنا في محافظة قنا. للمزيد من التفاصيل إيمان دعيني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة المحاسب أحمد السيد عبد اللطيف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا. أستاذ أحمد، في البداية يعني كل عام وحضرتك بخير يعني، ويعني لو في البداية يعني تطلعني كيف يبدو الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان الكريم بتوفير العديد من السلع الغذائية للمواطنين وبأسعار مخفضة. كل سنة طيب وكل عام وانتم بخير، وكل عام الشعب جمهورية مصر العربية وخاصة محافظة قنا بخير لشهر رمضان المعظم. المديرية واللجنة المعنية في استعداد تام لاستقبال شهر رمضان، حتى تتوافر جميع السلع الأساسية بالشركة المصرية وجميع الشركات، وأيضا جميع منافذ البيع الموجودة على مستوى المحافظة بمراكزها والنزوع والقرى، توفر فيها جميع السلع الاستهلاكية الأساسية بوفرة وبكثرة إن شاء الله بأمر مشيئة الرحمن. ويتم الاستعدادات وجاري في إتمام الاستعدادات بالنسبة لوفرة السلع بجميع أنواعها، وخاصة يميش رمضان والسلع الخاصة بشهر رمضان المعظم في جميع أنحاء المحافظة، في الشركات وفي السوبر ماركت وفي الهيابر الموجودة في المحافظة على مستوى عالي جدا، وتوفر السلع بدرجة عالية، وبيتم ترتيب الأوراق والأوضاع بالنسبة لتوفير السلع الأساسية حيث أنها تكون كافية في شهر رمضان وبدرجة عالية جدا. وأيضا سوف توضع خطة للمخابز وتنظيم مواعيدها تتناسب مع شهر رمضان المعظم، في حتى لا يكون هناك اختناق في رغيف الخبز، بل انه متوفر بدرجه عاليه جدا في اوقات المطلوبه بالنسبه للمواطنين بمحافظه قنا. وايضا سوف تقام معارض اهل رمضان على ارض محافظه قنا في جميع انحاء المراكز والمدن الموجوده بقنا على مستوى المحافظه بالكامل، ويوجد ثلاث ان شاء الله في جاري انشاء ثلاث معارض في مدينه قنا في أماكن متفرقة داخل المدينة ذات الكثافة العالية من السكان وذات الإقبال العالي من المواطنين. والمديرية تولي جهودها واستعدادها في ترتيبات استعدادنا لشهر رمضان بصفة مستمرة، وتم رفع درجة الاستعداد بالنسبة للإدارات والمكاتب لاستقبال شهر رمضان، حيث كان اليوم اجتماع مع مدير الإدارات لترتيب الأوضاع باستقبال ترتيب السلع لشهر رمضان المعظم، وتم التنبيهات اللازمة على جميع الإدارات بذلك.